بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أكيد كل العاملين في نادي الكهرباء كانوا لهم بصمة كبيرة. التميز ما كان بس بالإعلام أو تميز فني، التميز كان إعلامي، التميز كان إداري، التميز بكل الحالات الإنسانية اللي طلعها المكتب الإعلامي كان لها يعني صدى كبير بالمجتمع الرياضي بالمجتمع العراقي ككل. احنا سعيدين وفخورين انه نادي الكهرباء يقدم صوره متكامله من المشاركه في بطولته، كون انه احنا قدمنا رساله انسانيه ورساله فنيه مميزه نعتز بها. فريقنا كان متميز واستطاع ان يفوز على ابطال اسيا كالكويت الكويتي والوحدات الاردني. نجحنا في تقديم صورة مشرفة لكرة القدم العراقية وهو هذا الأساس لمشاركتنا. اليوم سقف الطموحات ارتفع بشكل أكبر، يوم أمس بعد الانتصار كابتن لؤي صلاح ذكر بأنه اليوم احنا هدفنا وطموحنا ننافس على لقب البطولة، أنت كإداري كصاحب خبرة تشوف الكهرباء عنده إمكانية ينافس على اللقب؟ يعني إذا تواجد دعم حكومي لنادي الكهرباء ودعم من قبل المؤسسات الرياضية أكيد راح ان نحصل على 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 مستوى او على كاس بطوله الاتحاد الاسيوي. 400 مليون جت له بعد؟ لحد الان ما جايه، ووضع النادي يرثى له ماديا. لاعبين ما مستلمين رواتب منذ 3 اشهر، مدرب الفريق لم يستلم اي سنت من 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 عقده، وهي مشكله كبيره احنا قاعد نعاني منها. انا اعرف بانه انت دائما تحصن مدربينك، تحصن لاعبينك، اليوم بعد هذا التميز كيف راح تتعامل مع موضوع انتقال اللاعبين في الموسم الجديد خلال فترة الانتقالات الشتوية؟ احنا راح ندعم صفوفنا بلاعبين، نحتاج الى تدعيم صفوفنا باكثر من لاعب. يعني قعدنا ويا المدرب، والمدرب يعني عنده خيارات وعنده طلب انه لازم يعني يدعم صفوف الفريق بلاعبين.